السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما كده متجمعين مع بعض على خير وفي الخير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين. النهاردة حلقتنا حلقة تحفة جدا، مميزة جدا، وصفاتها كده الأقرب لقلبي من الوصفات اللي أنا مثلا لو عندي عزومة ومش قادرة أفطر النهار في المطبخ ولا عايزة أعمل من قبلها بيوم والكلام ده كله، عزومة تتعمل في ساعة زمن تكون جاهزة. النهاردة هنعمل طواجن، هنعمل طاجن رز المعمر، وهنعمل معاه شرايح اللحمه بالبصل المكرمل، وهنحلي برز معمر مسكر. فبصوا الموضوع بقى سهل وبسيط ولذيذ جدا جدا فوق ما انتم متخيلين. عايز اقول لكم الوصفات دي بجد مش تاخد منك ساعه زمن وهتكون جاهزه عشان تطلع معاكي على السفره. دي وصفاتنا النهارده، ان شاء الله تنال اعجابكم. النهارده كمان يوم مميز جدا، ونورنا تاني ونور القناه تاني مستر محمود مدير القناه، من هنا بنقول له الحمد لله على السلامه ويا رب كده عودا احمد، وان شاء الله باذن الله دايما كده معانا ومنور الدنيا ويديك الصحه والعافيه ويكمل شفاك على خير، اللهم امين، انت وكل مريض اللهم امين يا رب. بينا بقى نطلع فاصل صغير خالص خالص ونرجع تاني عشان نعمل وصفاتنا، بس قبل ما نطلع ما تنسوش تتصلوا بينا على الارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه من اي تليفون ارضي على 0900 900، والموبايل هيكون على 2600 وفي انتظار مكالماتكم. ويلا بينا بقى فاصل صغير خالص وراجعين على طول. رجعنا لكم تاني ويلا بقى نبدأ حلقتنا، وأول وصفة معانا النهاردة هتكون شرايح اللحمة بالبصل المكرمل. بينا كده نشوف المقادير، ودي من الحاجات اللذيذة جدا تقدري تعمليها بشرايح لحمة، تقدري تعمليها بمكعبات لحمة، تقدري تعمليها بإيه، بلحمة موزة، زي ما انت عايزة، فليكي مطلق الحرية. بس طبعا الشرايح ما بتاخدش معانا وقت خالص في السوا، خاصة لما تكون شرايح انتركوت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عندنا بقى كيلو من شرايح اللحمة، هنحتاج لها كيلو من البصل الأبيض متقطع جوانح، معلقة كبيرة من الثوم الشرايح، معلقة كبيرة من بودرة الديمي جلاس، دي موجودة عند العطار، موجودة في السوبر ماركت، معلقتين كبار من الزبدة، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من البهارات السبعة أو بهارات اللحمة، ملح وفلفل أسود. زي ما انتم شايفين المقادير بسيطة. طيب لو أنا مش هقدر أوفر بودرة الديمي جلاس وعايزة أعمل الوصفة، شيليها مفيش مشكله خالص، هنكرمل البصل وهنظبط الدنيا كلها مع بعض. بينا بقى كده نبتدي نشتغل. هحط بقى صينيه على النار كده تسخن كويس جدا جدا عشان ابدا احط فيها زبده وزيت. تعالوا يلا نحط كده شوية زيت، حوالي معلقتين ثلاثة، وهنستنى الزيت يبتدي يسخن كويس عشان ابتدي انزل الزبدة، والزبدة كده تنزل كده تبتدي ايه، تاخد لون بسيط على النار. زي ما اتفقنا ان احنا ممكن نستبدل شرايح اللحمة الانتركوت، لو انا عندي كيس لحمة كده في التلاجة ينفع اعمله بنفس الطريقة، ينفع جدا جدا. برضو هتعملي زي ما انا هعمل بالظبط بمكعبات اللحمة، لو عندك شرايح بفتيك برضو تنفع جدا جدا. عندك ايه تاني، عندك لحمة موزة مش هتقولك لا، تمام، وبنفس التكنيك اللي هنشتغل بيه هتعملي بيه. بس طبعا شرايح الانتركوت بتستوي بسرعة جدا فما تاخدش معانا وقت، لو انا عندي عزومة ومستعجلة ومحتارة اعمل ايه واقدمه لضيوفي مفيش اسهل ولا احلى من كده. بينا بقى الزيت سخن، تعالوا نحط يلا الزبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هستنى بقى الزبدة كده تسيح وتبتدي كده ايه تتحمص معايا شوية. هجهز شرايح اللحمه بتاعتي، مش هحط لها اي اضافات، هي زي ما هي كده بدون ملح بدون بهارات بدون اي حاجه. هقربها ليا كده
واستنى الزبده تسخن كويس قوي قوي علشان لما انزل شرايح اللحمه ما تنزلش ميتها وتبتدي تتحمر كده وتاخد معايا لون حلو ولون بني كده، بحيث ان انا تديني صوص في الاخر لونه جميل جدا. وممكن نستغنى عن بودره الديمي جلاس عشان قلت لك ايه في الاول، لو انت مش قادره توفريها ممكن نستغنى عنها خالص، قادره توفريها فبتدي لون وقوام كمان حلو جدا. هستنى بقى الزبده تسخن كويس قوي قوي. طبعا كلنا عارفين ان الزبده بتحتوي على اللبن، فيها نسبه من اللبن، اللبن ده بيبتدي اهو يتبخر تمام، وتبتدي بقى الزبده تتحمص كده وتتحمر معانا تاخد لون كمان كده، وده مطلوب جدا. يلا بدات تسخن، جهز نفسي بقى كده واجهز شرايح الانتر كوت علشان ننزل بيها. شايفين لون الزبده ابتدى ياخد لون اهو، يلا بينا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ونسمع الصوت ده ضروري. وناخد معانا على التليفون ام شيماء. الو الو، السلام عليكم. ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ منوره. الحمد لله يا روح قلبي، ميرسي بنورك. الله عليك، منوره يا شيف فاطمه. والله حبيبه قلبي، تسلمي، ربنا يخليكي ليا يا روح قلبي. تسلمي لي ايديك على كل اللي بتعمليه. والله تسلمي لي يا روح قلبي، تسلمي لي والله، انتوا اللي منورين الدنيا كلها. ربنا يديك الصحه يا رب حبيبتي. لو سمحت يا شيف فاطمه، ممكن نصف الملوخيه في الشمس ولا تحت المروحه؟ تنشفي الملوخيه في الشمس ولا تحت المروحه؟ بصي، نشفيها في الظل مش في الشمس، الشمس بتخلي الملوخيه لونها يصفر تمام، في الهواء ايا كان بقى تحت المروحه، المهم يكون المكان نفسه ظل علشان ما تبقاش لونها بني معاكي، تبقى لونها لسه اخضر ومزهزه. تمام يا ام شيماء، نورتيني يا روحي. اهم حاجه ان احنا الملوخيه ايا كان هنحطها في البلكونه، هنحطها في اي حته، لازم تتغطى كده بحاجه تكون خفيفه، شاش، ملايه، قطن خفيفه خالص، علشان اولا ما يجيلهاش تراب، ثانيا برضو ما تبقاش معرضه لاي حشرات لاي حاجه، عشان تبقى نظيفه. طبعا الملوخيه الناشفه ما بتتغسلش تاني، فلازم نكون حريصين جدا جدا واحنا بننشفها، المكان اللي تكون محطوطه فيه مكان يكون مش بيدخل له اي حاجه تمام، ونظيف، تتغطى بملايه زي ما قلنا كده، وما تتعرضش للشمس مباشره علشان ما تغمقش معانا. تعالوا بينا بقى نقلب كده القطع الانتر كوت. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي اللون، جميل. هحمر الشرايح من ناحيتين تحميره كويسه جدا، هي تحميرتها دي ما بتسويهاش طبعا، كلنا عارفين دي لحمه، بس الانتر كوت من الحاجات اللي ما بتحتاجش وقت كتير، هي كده هتبقى تعتبر ايه تلت سوا بس، هيبقى لسه قدامها وقت علشان تكمل تسويتها. احنا هنكمله ان شاء الله في الصوص، بس احنا دلوقتي بنديها صدمه، بنحمرها من ناحيتين. التحميره دي منها بتحافظ على شكل القطعه تمام، بتحافظ على السوائل اللي موجوده جوه الانسجه، فتخلي الانسجه حتى بعد التسويه طريه معانا وما بتشدش. كمان اللون اللي بتاخده قطع اللحمه بيدي للصوص لون وطعم حلو جدا جدا، ففايده كبيره جدا ان انا احمر الشرايح غير لما احطها نيه تمام. وكل ما حمرتيها كويس واديتيها لون تمام هتبقى 10 على 10. هايل، بصوا في المرحلة دي النار العالية مهمة جدا، يعني كل ما كان البوتاجاز بتاعك عالي اكتر كل ما هتاخدي نتيجة احسن، هتاخدي لون اسرع، هتاخدي تقفيل للمسام بتاع قطع اللحمة بسرعة بسرعة، فبالتالي هتاخدي في الاخر طعم ونكهة ولون فظاع. يلا بينا بقى نبتدي كده نشيل. اول واحدة حطيناها، هبتدي ارفعها، لونها حلو قوي، ولو حمرناها اكتر من كده برضو هتبقى هايلة.
يلا نشيل دي كمان. اللهم بارك، تحفة. يعني احنا دلوقتي ما حطيناش اي توابل ولا ملح ولا اي حاجة، مجرد ان احنا شوحناها في زبدة مع زيت. عايزة اقول لكم طالما قطعية اللحمة كويسة انسي بقى، مش محتاجة اي حاجة خالص، طعمها رهيب وريحتها فعلا وهمية. يلا بينا نكمل. شايفين بصوا لون الزبدة والحاجات اللي موجودة عليها دي اهو، ده بقى اللي هيدينا تيست حلو قوي وكمان ريحة حلوة قوي للصوص. هايل، حطينا بقيه قطع اللحمه. ده نفس اللي بنعمله لو انا عندي مكعبات لحمه ومحتاره اعمل بيها ايه غير المسلوق، فانا ممكن اعملها بنفس الطريقه دي. برضو هشوح قطع اللحمه واديها تحميره كويسه قوي ولون حلو قوي، وابتدي بقى ايه ارفعها خالص عشان اشوف هعمل ايه بعد كده. هي طيب، احنا معانا بقى في المقادير معانا كميه بصل. كميه البصل قد كميه اللحمه، لو هعمل نص كيلو لحمه فهعمل نص كيلو بصل، كيلو لحمه يبقى كيلو بصل. البصل جايبين البصل الابيض انا بفضله جدا. هنحمره تحميره بقى كويسه كده، وناخد كمان معانا السكر. هيتقطع زي ما انتم شايفين كده بشكل اللي هو الجوانح، البصله بتتقسم نصين وبعد كده بناخدها ترانشات فبتدينا الشكل ده. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم انا لو غرست شويه بايدي كده هتلاقي اللحمه خلاص بتتكرم معايا، ده دليل على انها ابتدت تدخل في التسويه. اللون رهيب. اي سوائل تنزل معاكي من اللحمه في الطبق اوعي تفرطي فيها. يلا بينا. حلو جدا، خلصنا تحمير اللحمه، يلا بينا ننزل البصله مكانها. ونبدأ بقى نشوح البصل ونخليه كده ياخد لون ذهبي. اللون بصوا اللون اللي خده ده، ده لسه هو ما اتحمرش ولا حاجه، ده لون الكرمله بتاعه اللحمه. يلا بينا. عندنا رشه سكر حلوه كده. كيلو اللحمه بياخد معلقه كبيره سكر، هتعملي نص كيلو يبقى معلقه صغيره. وما تقلقيش من طعم السكر، لا مش هيغير لك حاجه خالص، بالعكس هيديكي طعم لذيذ جدا جدا ولون وقوام ولمعه كده حلوه قوي. هاي واحنا بنشوح البصل عندنا بقى شرايح الثوم، حوالي 4 فصوص من الثوم كبار متقشرين متقطعين كده ترانشات، هنزلهم بقى مع البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي كده. بقى احنا هنسيب البصل بتاعنا ياخد اللون ويتكرمل، وتقليب من وقت للتاني، مش عايزاه يتلسع، مش عايزاه يسود، عايزاه ياخد لون ذهبي غامق كده علشان ناخد منه احلى طعم ممكن. احنا معانا فاصل ولا ايه؟ ولا نعمل الرز المعمر اللي يعجبكم؟ خلاص نطلع فاصل صغير نكمل فيه كرملة البصل ونرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه في اللحمة ونشوف هنعمل ايه في الرز المعمر. اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم.
طبعا اللون فرق خالص خالص، وهو ده بقى اللي احنا عايزينه. بصوا لون البصل وايدينا فيه بقى، لانك لو سبتيه شويه مع السكر بيخليه يتلسوع على طول وياخد لون اسود، مش عايزين كده طبعا، عايزين اللون الذهبي الغامق الجميل ده. بصوا بقى الجمال، يا خبر تحفه. طيب دلوقتي بقى اقدر اعمل ايه؟ دلوقتي اقدر احط شويه ميه مغليين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل بقى الميه المغليه تبتدي تستخلص اللون وتستخلص الطعم اللي في الطاسه كله. لو فاكرين احنا ما حطيناش ولا ملح ولا حطينا بهارات ولا حطينا اي حاجه، كل ده شغالين بدون اي بهارات. فتعالي بينا بقى احط الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط الفلفل، وعندي بهارات الفراخ اللحمه كمان، نص معلقه كده كفايه. اقلب الكلام ده كله. تعالي بينا بقى ننزل قطع اللحمه تاني باي صوص نزل منها علشان نخليها تستوي في الصوص بقى الجميل اللي احنا عاملينه ده. تنزل بقى تتشرب بقى بهارات طعم البصل اللي اتكرمل، التوم والملح اكيد. عندك عزومه صدقيني اكله مشرفه جدا جدا جدا. نزل كل حاجه زي الفل وسيبها تغلي كويس قوي. انا كده لو ما لقيتش عندي او مش عارفه اوفر الديمي جلاس فانا مش محتاجاه. بصوا معايا كده اللون، اللون زي ما انتم شايفين، ولسه كمان الدنيا هتظبط اكتر. لو ما لقيتش بودره الديمي جلاس فانا هجيب بس معلقه دقيق، معلقه دقيق واحده، هقلبها كده في شويه ميه واوزعها علشان تعمل لي قوام او معلقه نشا. تمام، بس مش دلوقتي، قبل التسويه على طول، يعني قبل ما اطفي عليها على طول. دلوقتي اللي انا هعمله ان انا خلاص غطيت، هسيبها تغلي، ومجرد ما تغلي هبتدي اهدي عليها النار. عايزين اللحمه بقى تستوي على نار هاديه علشان ما تبقاش بتشد معانا ويطلع كمان طعمها حلو جدا. خلصنا خلاص اول وصفه معانا، فاضل بس من مقاديرها بودره الديمي جلاس اللي احنا هنحطها دلوقتي في اي كوبايه كده، وانزل عليها شويه ميه من الحنفيه. بسم الله، واقلبها كويس واخليها جاهزه معايا. اما اللحمه بتاعتي خلاص تستوي، وقبل ما اطفي كده بخمس دقايق هحطها تغلي كده علشان تديني نكهه معززه اكتر ولون وكمان قوام. مش موجوده دي يبقى شويه الميه دول هقلب فيهم معلقه نشا واحطهم علشان يتقلوا لي برده قوام الصوص شويه. بس كده كده جاهزه معانا خلاص. هنخلص اللحمه تستوي ونحطها على طول. بينا بقى يلا نعمل الرز المعمر. الرز المعمر ده من الحاجات اللي انا عن نفسي بعشقها في البيت جدا جدا، ومن اسهل الحاجه اللي ممكن الواحد يعني النهارده حيران هعمل اكل ايه ومستعجله وورايا حاجات كتير. طب يلا هوب ننقع شويه رز ونعمل الرز المعمر وندخله الفرن، بيطلع تحفه، طعمه جميل، مغذي جدا للولاد خاصه اللي ما بيحبوش يشربوا اللبن، والطعم بيبقى فعلا وهمي. فتعالوا نجيب كده الطاجن. فين الطاجن يا شباب؟ ونقول المقادير. يلا بينا. مقاديرنا هتكون ايه بقى؟ عندنا ده الرز المعمر الحادق اللي ينفع تاكليه جنب فراخ بقى مشويه، صينيه فراخ بالبطاطس، شرايح اللحمه بالشكل ده، كفته، اي حاجه نواشف كده هيبقى لذيذ جدا جنبها. يلا بينا. خلاص يلا بينا. يلا. يلا بينا. عندنا كوبايتين رز مصري، رز بلدي مغسول كويس جدا، وهنقعه ساعتين ثلاثه كده. عايز تنقعيه في اللبن مفيش مشكله، عايز تنقعيه في ميه يبقى احسن. ثلاث كوبايات من الحليب البارد، عندي كوبايه زبادي، عندي كمان معلقه كبيره او معلقتين كبار من القشطه البلدي او القشطه اللي بنشيلها من على وش اللبن. في فرق ما بين القشطه البلدي اللي هي بتيجي من الفلاحين،
والقشطه اللي احنا بنشيلها من على وش اللبن دي اللي احنا بنعملها كل يوم عندنا، بنغلي اللبن ونحطه في التلاجة فبيكون طبقه كده من القشطه، دي متاحه حلوه قوي. البلدي بتاعت وش اللبن متاحه، اللي فيهم متاح هيدينا نتيجه كويسه. هنحتاج كمان معلقتين كبار من الزبده ورشه سكر بسيطه وطبعا ملح على قد كميه الرز. بينا بقى نشتغل. يلا انا هحط الرز كده اللبن يغلي على بال ما نظبط الطاجن بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطه على النار. ونسيب بقى الرز يغلي. وتعالوا بينا نشوف هنعمل ايه في باقي المكونات. عندنا الطاجن سواء بقى بايركس، نقول ايه، اعذروني حاسه ان انا داخله على دور برد. لا 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 مش هنعطس دلوقتي. زي ما قلت لكم بقى الطاجن ممكن نستخدم بايركس بورسلين، طاجن الومنيوم، طاجن فخار، اللي متاح عندنا نقدر نعمل فيه. اهم حاجه بقى قبل ما تبتدي تنقعي الرز تشوفي انت هتعملي انهي طاجن الاول. وبعدين بنعمل ايه؟ بعاير الرز في الطاجن، احط الرز في الطاجن كده قبل ما اعمل فيه اي حاجه واشوفه لازم يجي تلت مساحه الطاجن، تمام؟ ما يتعداش النص. ليه؟ عشان لما اجي احط اللبن واحط بقيه المكونات ما تبتديش تفور معايا في الفرن، تمام؟ بيروسول يا جماعه مش كده. تعالوا بينا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي؟ الرز بتاعنا منقوع وزي الفل اهو زي ما انتم شايفين كده، ده اللي انا بتكلم فيه. يا سلام يا دوبك. خلاص تعالي ناخد بقى الزبده وندعك بقى الزبده كده مع الرز كويس. زبدة أو سمنة المتاح ليكي مفيش مشكلة. ولما نكون في الشتاء حطي مثلا تلت الكمية زيت، يعني تحطي سمنة حطي شوية زيت صغيرين علشان يفضل الرز المعمر بيلمع ما يفش منك بسرعة، عشان احنا عارفين في السقعة وكده الدنيا بتبقى الجو ساقع قوي فبيخلي الرز يمسك في بعضه. خلاص زبطنا الدنيا وغلفنا كده الرز بالزبدة، تمام؟ هايل. فاضل معانا ايه بقى؟ اللبن اللي بيغلي على النار. عندنا كمان القشطه وعندنا الزبادي. لو حد لسه مستغرب الزبادي، يعني عشان انا اول مره عملته بالزبادي كده كان في استغراب فظيع، وازاي ايه ده هنحط زبادي على الرز المعمر ما شفناهاش قبل كده. فالموضوع عجبهم جدا، يعني بعد ما كان في نقد للزبادي في الرز المعمر كل اللي جربوا بقى اعجب بيه جدا جدا. فايده الزبادي هنا بيديني لو انا ما عنديش القشطه الفلاحي، وده اغلبنا ما بقاش عنده القشطه الفلاحي اللي هي بتبقى حامضه شويه دي اللي بتيجي من على البرامات بتاعه اللبن، لو مش متاح عندنا القشطه دي الزبادي بيعوض الطعم ده، التست اللي هو فيه حموضه شويه. فالقشطه اللي على وش اللبن مع الزبادي بيديني نفس طعم الطاجن الفلاحي بالظبط. ده غير ان الزبادي كمان بيعمل كده طبقه فوق الرز فبيخلي الرز معانا ما ينشفش. كلنا بنعمل رز معمر وبعدين ده يا شيف بينشف الوش بتاعه، بينشف بيبقى صعب جدا جدا. تحطي معلقه الزبادي، علبه الزبادي دي هتحطيها على الوش هتخلي فيه طبقه حمايه كده للرز، يفضل الرز كله معاكي طري والوش مفحفح كده وتحفه جدا جدا. اتفضل يا استاذ حمدي. صح؟ اه. وزبده بلدي او زبده بقري الاثنين حلوين جدا. لا ده هما اللي مدخلين الكميه زياده شويه. اتوصوا بيا، اتوصوا بيا، وفي حاجات كده بيتوصوا بيها. هي كل كوبايه رز بتاخد معلقه سمنه او معلقه زبده، تمام؟ على طول كده معلقه
من السمنة أو معلقة من الزبدة، كوباية الرز اللي هي المعيارية. تمام، هنا احنا عندنا كده اللبن بيسخن كويس، وهو بيسخن كده تعالي نظبط له الملح بتاعه علشان يدوب فيه على طول. تمام، ونحط كمان فيه سكر. فين السكر؟ فين رشة السكر البسيطة اللي احنا قلنا عليها؟ طب ناخد من ده مفيش مشكلة. طب ليه بحط سكر هنا في الرز المعمر اللي هو المفروض حادق؟ بيدي طعم حلو قوي قوي مع الملح، بيبقى فيه معادلة كده في الطعم لذيذة جدا، بعدين مبقاش باين قوي، الملح هو اللي بيبقى طاغي. كده انا حطيت خلاص الملح، حطيت السكر في اللبن اللي بيغلي على النار ده، ليه بقى؟ علشان يدوبه ويبقى كل ذرة رز في الطاجن شربت نفس الطعم، ما يبقاش فيه شوية ملح راكنين في مكان ومكان تاني ما فيهوش ملح وهكذا، لا، خلاص اللبن داب فيه السكر والملح، فبالتالي لما يجي الرز يتشرب منه فكله هيبقى نفس الطعم. تمام؟ الفرن بقى بتاعي شغال وعلى أعلى درجة حرارة، أروح أبص عليه كده، لا نعليه شوية، بسم الله الرحمن الرحيم. ليه بقى؟ علشان هيتعامل معاملة الرز العادي، الأول على نار عالية قوي وبعد ما يغلي ويتشرب كده ابتدي هديله النار أو ارفع الصينية احطها على الرف الوسطاني اللي انت حباه أكتر. هبتدي أشيل بقى يلا بينا اللبن من على النار، بسم الله الرحمن الرحيم، واسقي بيه بقى الرز بتاعنا، بسم الله. هايل زي الفل، خلاص كده ونظبط الدنيا. طيب محتاجين ايه دلوقتي؟ نحط بقى القشطه والزبادي، ادي الزبادي، ووزعي بقى الزبادي على الوش، ما تحطوش ما تركنوش في حته واحده، وزعيه بالشكل ده كده. مش جديد قوي ده، انا عاملاه من 4 سنين ما شفتوش قبل كده، انا بقول ان في كتير قوي ما شافوش ال ايوه، ما هو القشطه في البلد عندنا او في الفلاحين القشطه بتاعتهم مش دي، مش المغليه دي اللي اللبن مغلي ومتشال من على وش اللبن المغلي، التاني القشطه بتاعت الفلاحين بتبقى بتاعت اللبن اللي هو نقول عليه ايه الرايب اللي بيتعمل جبنه قريش فيما بعد، فهم بياخدوا اللبن يروبوه في طواجن، فبعد كده بيبتدي اللبن يبقى عباره عن كتله، الكتله دي الجزء اللي فوق ده بيبقى قشطه، دي بتتشال اللي هي القشطه الفلاح اللي بنحس فيها بطعم كده فيه مزازه شويه، واللي تحت ده بيبقى اللبن اللي بيتحول فيما بعد يتحط في الحصيره ويتعمل بيه جبنه قريش، فطعم القشطه دي غير طعم القشطه دي خالص، مختلف سبحان الله. احنا بنعوض ده بايه بقى؟ بالزبادي اللي احنا حطيناه عشان يدي لها الطعم المزز البسيط اللي احنا عارفينه. بينا بقى نوزع كده القشطه على الوش، الطاجن وهو ني كده بيتكلم. يبقى الاول بنحط الزبادي، تمام، وبعد كده القشطه، وجري بقى على الفرن اللي والع وسخن جدا، وهندخل كمان على ارضيه الفرن عشان بسرعه يغلي معايا الرز ويتشرب. حلو قوي. طيب انا النهارده حاطه في بايركس، وانا بصراحه تسويه البايركس ما بتبقاش مظبوطه، فدايما بحب احط القالب البايركس سواء بعمل فيه كيك بعمل فيه اي حاجه احطه في حاجه الومنيوم كده. ويلا بينا ندخل بقى على طول على الرف، بس نمسح الطاجن كمان. كمان دي فيها ميزه حته ان احنا نحط كده في صينيه اوسع، لا قدر الله الموضوع بقى ده كده يغلي ويفور وبتاع، يبقى البوتاجاز بتاعي نضيفه زي الفل وما يعملش ريحه شياط ولا حاجه لانه كله هينزل في الصينيه. بينا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل، نقفل عليه نسيبه بقى يغلي ويتشرب كويس جدا جدا، ومتابعاه طبعا، واول ما الاقيه اتشرب يعني شرب كل السوائل اللي فيه على طول يا بهدي النار تماما عليه، بدل ما كانت على اعلى درجه حراره نخليها مثلا على 160 170، او ان انا ارفع احطه على الشبكه اللي فوق اللي انت حباه. خلصنا الرز المعمر الحادق، نبص بص على شرايح اللحمه، بسم الله الرحمن الرحيم.
ما شاء الله، اللهم بارك. ما شاء الله على الريحة، ما شاء الله على اللون، ما شاء الله على الشكل، تحفة. طيب هل اللحمة دخلت في التسوية ولا لا؟ خاصة زي ما قلنا دي شرايح انتركوت ما بتغيبش، فأنا كده إيه بالمعلقة كده وهبص بص عليها. لسه شوية، عايزة شوية كمان زي ما احنا على نار هادية، ولو حسيت إن السوائل اللي فيها قلت زوديها مية، بس المية تكون مغلية. خليها تكمل تسويتها ويلا بينا نشتغل في الرز المعمر الحلو. مش هيفرق كتير، في بلاد اكتشفت الموضوع ده، في بلاد ما تعرفش الرز المعمر اللي هو بملح، تعرفش غير الرز المعمر الحلو المسكر ده. انا عن نفسي معرفتش المسكر الحلو ده غير لما كبرت، وانا صغيره متعوده عليه عندنا في البلد، بيتعمل ورا كده الخبيث في الفرن الفلاحي الرز المعمر، وساده كمان بدون لحمه ولا حاجه، هو الساده ده، واحنا نعمل جنبيه بقى بط، فراخ، حمام، اي حاجه تتعمل جنبه هو كده زي الفل. اللي ما جربهوش يا جماعه فايته كتير قوي قوي. كتير بتبقي حيرانه، طب انا هعمل النهارده مثلا كفته للولاد، اعمل جنبيها مكرونه وكل يوم مكرونه، عامله بانيه وعايزه اعمل برده حاجه كده، فالرز المعمر هنا بيحللك مشكله عويصه جدا. اللي احنا عملناه ده سهل وبسيط وسريع ولذيذ جدا جدا ومفيد كمان جدا جدا. بينا بقى يلا نعمل الحلو مع بعض. ومقادير بقى الرز المعمر الحلو هتكون ايه؟ عندي 3 كوبايات من الرز البلدي غسلينه برده ونقعينه كويس وصفيناه خلاص، حوالي كده ربع كيلو من القشطه البلدي او معلقتين كبار كده مليانين، 3 كوبايات رز بلدي يبقى 3 معالق كبار من الزبده، تمام، كوبايه سكر، لتر من الحليب، رشه فانيليا، كوبايه مكسرات مشكله ليكي فيها مطلق الحريه، سوداني بقى، زبيب، جوز الهند، اللي عندك في البيت تقدري تحطيه. بس كده المقادير سهله خالص. وهندي بقى هنا ذره ملح بسيطه، يبقى دايما مع الحادق بنحط رشه سكر صغيره، ومع الحلو اللي الاساس فيه السكر بنحط ذره ملح صغيره. الكلام ده بيعمل تعادل للطعم وبيدينا طعم احلى واحلى، بيظهر كده الطعم. بينا بقى نجيب طاجن، تعالوا نجيب ده ولا هيكون كبير؟ تعالوا كده زي ما قلت لكم عشان ما تحتريش بعد ما تكوني نقعتي الرز احط في انهي طاجن، وتقعدي بعد كده تحطي في ده، لا ده كبير لا ده صغير. الافضل ان احنا نعاير الرز بتاعنا قبل ما نغسله في الطاجن اللي احنا هنعمل فيه. يعني انا هعمل الطاجن ده فاخده احط فيه الرز وابتدي اعاير اشوفه كده جاي تلت المساحه بتاعه الطاجن، فاحنا كده زي الفل خلاص نغسله وننقعه، تمام. وناخد معانا استاذ عاطف. الو الو، ازي أيوة. حضرتك يا شيف؟ الله يسلمك، الحمد لله تمام. حضرتك منوره الشاشه، ربنا يكرمك يا رب، كلك ذوق. من فضلك يا شيف، انا كنت عايز بس طريقه كويسه للفراخ بالفرن، لان انا والمدام واقفين على طريقه دلوقتي نعمل بيها الفرن. حاضر، طيب ماشي، عينينا الاثنين. احنا هيفضلوا واقفين لغايه بكره يا ريهام؟ لا نقولها لهم دلوقتي. لا لا نقول لهم خلاص دلوقتي يا ريهام، يلا هقول لكم، هقول لك يا استاذ عاطف بس نخلص كده الرز بتاعنا ونقول على طول ان شاء الله. فكريني تاني يا ريهام من فضلك. بينا بقى ناخد الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نلبس بس جلافز الاول كده. خلاص انا حطيت اللبن على النار يغلي برده. هنا بقى كمية السكر تقدري تزودي وتقللي فيها على حسب المذاق، بس الطريقة دي والطعم ده مظبوط جدا جدا. عايزة بقى تقللي السكر، في ناس بتبقى بتحب السكر قليل شوية فتقدري تشيلي معلقتين تلاتة، بتحبوا الحاجة مسكرة بزيادة تقدري تزودي معلقتين تاني، مفيش مشكلة. ادي الصينية بتاعتنا او الطاجن بتاعنا، وادي الرز. بسم الله وما شاء الله برضو حلو قوي. بصوا ده العيار اللي انا بقول لكم عليه، يبقى الرز واخد تلت حجم الطاجن. خلاص حطينا اللبن على النار، هاخد السكر عشان احطه معاه عشان يدوب معاه. بسم الله الرحمن الرحيم، ودي بتبقى افضل طريقه علشان نتاكد ان السكر داب تماما في اللبن، وبالتالي كل الرز يبقى بنفس الطعم
وشارب نفس كمية السكر. هنسيب اللبن على النار يغلي، ومن وقت للتاني كده ايه هديله تقليبا. وتعالوا بينا بقى، حاضر، ناخد الزبدة دي معلقة، المعلقة بتاعتنا كبيرة قوي هنا، احنا كرمة. ثلاث معالق زبدة هنوزعهم في الرز. زي ما قلت لك بقى، في فصل الشتاء الافضل ان احنا نحط ايه، يعني لو حط 3 معالق زبده فخلي منهم معلقه من الزيت علشان يفضل الرز معاكي بيلمع وحلو جدا. طبعا يعني اصحاب الدايت يمتنعون عن الفرجه وعن عمايل الحاجات دي صراحه يعني. ونكلم استاذه ايمان. الو. ايوه فاطمه، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. منورة الشاشة حبيبة قلبي، منوراني، ربنا يخليكي، فستانك تحفة تحفة بجد، اللون جميل قوي ما شاء الله، كلك ذوق والله العظيم، عيونك اللي حلوة. ربنا يخليكي حبيبتي. كنت عايزة أسألك على التريلاتشا التركي. حلو قوي، قولي لي. ونفسي مرة تعملها لنا كده، ممكن تكون عملتيها بس أنا كل ما شفتش الحلقة. احنا كنا لسه عاملينها قريب على فكرة، صح يا ريهام ولا إيه؟ عملناها قريب صح؟ ننزلها لك تاني. خلاص يا استاذة ايمان، هننزلها لك تاني ان شاء الله، وهطلبها كمان تتعاد ان شاء الله يوم الجمعة. نورتينا نورتينا يا مدام ايمان. بصوا كده، انا وزعت كده المكسرات بعد ما خليت الرز يتشرب كده الزبدة، حطيت المكسرات اللي متوفرة عندك، عندك عين جمل حطي، سوداني حطي، زبيب حطي، جوز الهند حطي، أي حاجة أنت بتحبيها ومتوفرة عندك من المكسرات حطيها. هساوي بقى الدنيا، وإحنا على النار حطينا اللبن، حطينا معاه السكر، أحط كمان معاه الفانيليا. طيب لو أنت بتحبي نكهة القرفة تقدري أنك أنت تحطي كمان قرفة زي ما أنت عايزة، هنا بقى ليكي مطلق الحرية. بس احنا عاملين بقى التقليدي اللي هو بالقرفه بالفانيليا بس. المعلقه راحت فين؟ اهي. هنقلب بقى، مجرد ما حطينا الفانيليا بقى مع اللبن فريحتها طلعت وبقت جميله جدا. ندوب السكر، وزي ما قلنا الحادق بنحتاج له، زي ما بنحتاج للحلو، زي ما بنحتاج للحادق رشه سكر، هنحتاج للحلو ذره. بصوا اهي شايفين، على طرف المعلقه ملح بس كده. يلا نقلب وناخد بقى الحليب ونجري على الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبتدي بقى ايه، نحط اللبن المغلي. الريحة فظيعة ما شاء الله، ده زي ما بنقول بقى كده الخير الفلاحي. في حاجات كده تحسوها كده من التراث، ليها معانا ذكريات حلوة قوي، كل واحد أكيد ليه ذكريات مع الأكل بالذات. سبحان الله، الأكل من أكتر الحاجات اللي بتثبت في الذاكرة، يعني خصوصا الأطفال بأمهم، هتلاقيهم بيفتكروا كده ماما كانت بتعمل مش عارف ايه، خصوصا لما تكون الام كده بتبدع كده وبتحب تفرح ولادها، فبيفتكروا لها الحاجات دي كويس جدا. نوزع بقى القشطة كده على الوش. واعتقد ان احنا كده زي الفل تمام. ويلا بينا بقى، الفرن سخن برضو جدا، وعشان برضو نتفادى ان الرز المعمر يفور معانا في الفرن فبنحطه في حاجة تانية عشان ايه نبقى مظبطين دنيتنا، مفيش حاجة تفور في الفرن والفرن يبوظ وريحة الشياط تطلع والدنيا تبقى مش حلوة. يلا بينا، اروح افتح الفرن بقى. وزي ما اتفقنا عندنا الفرن على اعلى درجة حرارة. تمام، بسم الله.
كده علينا درجة الحرارة، لو بيشتغل فوق وتحت نقدر نشغل فوق وتحت كمان. يلا اهو ونشغل وندخل. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا، تعالوا هنا بقى نبص كده على اللي احنا لسه مدخلينه من شويه اللي هو الحادق. مش عارفه باين بقى ولا ايه، بدا يفقفق وبدا يلون كمان، بدا الرز يتشرب الحليب بتاعه. ما شاء الله ما شاء الله، شكله حلو قوي قوي. وسايبينه يكمل تسويته، ولما يعني شويه كده ممكن احنا هنطلع فاصل، لو في الفاصل حسيت ان هو خلاص اتشرب هبتدي اهدي عليه النار. تمام، خليه بقى في الفرن مقفول عليه. نبص بص على اللحمه بتاعتنا قبل ما نطلع فاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله، تحفه. شايفين على نار هاديه، حتى تلاقوا كده ايه الصوص ما بيقلش كتير عشان احنا مهدينا النار عشان اللحمه تستوي براحتها. وتعالوا بينا بقى نطلع فاصل صغير خالص، نرجع بعدين نشوف الطواجن بتاعتنا اخبارها ايه. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، ورز المعمر ده احنا كنا عاملينه، اما اللي احنا عاملينه فلسه في الفرن. انا عايز اطلعه لكم تشوفوا شكله ايه، بصراحه وهمي. بسم الله الرحمن الرحيم. فاضل له يعني تكايه على التسويه. بصوا الجمال، ده اللي احنا عملناه مع بعض. بصوا شكله عامل ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، شكله يفتح النفس. طبعا لسه قدامه حوالي كده نقول ايه 10 دقايق بالكتير ويطلع على طول. انا هدخله تاني. بسم الله، بيسخنوا قوي دول، قوي قوي قوي. يلا على الفرن تاني يكمل. التاني لسه يعني هيبتدي يغلي او غلي اهو، فخليه بقى مع ربنا. وتعالوا بينا بقى نشوف اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا عندنا صوص الديمي جلاس موجود، موجود هبتدي اضيفه. مش موجود، طب ما انا عندي اللون تحفه اهو، بصوا وفي منتهى الجمال. يلا شويه ميه عليهم، معلقه نشا، وحطيهم عشان تاخدي بس ايه قوام اكتر. تمام، دي هنا بقى دي خطوه اختياريه. واستنى بقى اللحمه تغلي، تغلي كويس. خلاص كده هي استوت اهي الحمد لله. والريحه مش قادره اقول لكم يا جماعه الريحه وهميه قد ايه. اغطي بس تغلي، هي بدات اهي تبقبق اهي، تغلي وعلى طول نشيلها هيلة بيلة علشان نقدمها ونغرفها كده وبالهنا والشفاء. عايز اقول لكم شكل الطواجن قد ايه جميل. بصوا الرز المعمر فيه طبقه محترمه فوق الرز، الرز مش طالع كده وناشف على الوش والكلام ده خالص، لا تحفه ما شاء الله اللهم بارك. يعني طبقه الزبادي مع القشطه على الوش مديها طبقه كده حلوه قوي قوي، مخليه الرز متداري وبالتالي ما طالش الحراره وما نشفش معانا. والطعم بقى بجد فعلا لازم تجربوه ان شاء الله. أمي عايزة تنظف. ماسة حلو قوي، ازيك يا ماسة؟ ازيك يا شفات؟ ايه الاسم الحلو ده؟ شكر حبيبتي. عندك كام سنة؟ تمانية. تمانية؟ منوراني. ممكن اسأل سؤال؟ اه طبعا اتفضلي. عايزة اعرف طريقة البيتزا. البيتزا؟ حاضر حاضر يا ماسة، نورتيني يا روح قلبي. انا عايزة اجاوب بقى على الفراخ الاول.
وبعدين لو في وقت كمان نجاوب على البيتزا والفراخ المشوية في الفرن اللي طلبها أستاذ عاطف. عندنا ايه بقى؟ هنجيب الكبة او الخلاط. لو هنعملها في الفرن يبقى على طول زي ما بقولك كده، كبة او خلاط. هتحطي فيه بصلاية صغيرة، 3-4 فصوص من الثوم، نص كوباية عصير برتقان لو متوفر لانه ما بيخليش فيه زفارة خالص في الفراخ. طب ما عنديش عصير برتقان يبقى عصير ليمونتين، تمام. هحط بقى معلقة عسل، معلقة كاتشب، احط كمان ملح وفلفل، احط قرفة ضروري جدا برضو عشان الزفارة. هنحط بهارات فراخ، شوية زعتر صغيرين، لو احنا بنحبها سبايسي مثلا ممكن معلقة هريسة او نص قرن فلفل معاها، ممكن بابريكا، ولو مدخنة هتبقى حلوة جدا وتدي طعم حلو قوي. كل الكلام ده في الخلاط مع شوية خل صغيرين مع نص كوباية زيت، واضربيهم كويس قوي، او ربع كوباية زيت للفرخة، اضربيهم كويس قوي قوي. وابتدي بقى تبلي الفرخة بتاعتك بعد ما تشرحيها، تعملي فيها فتحات كده ودخلي التتبيله جوه الفتحات ومن الوش ومن الظهر، ويا ريت تسيبيها ساعتين ثلاثه كده تتبل، ده اقل حاجه. لو من بالليل كمان هتبقى احسن. وبعدين بعد كده تبتدي بقى انك انت تحطيها في الفرن وتقفلي عليها تقفيله كويسه قوي علشان تستوي على طول، ولما تستوي بتشيل الغطا من عليها، تمام، وتدهنيها كده دهنت مثلا كاتشب وتروح حطها تحت الشوايه، بقى تاخد لون لطيف جدا وتطلع بالهنا والشفا. بينا بقى نشيل اللحمه بتاعتنا الحلوه اللي غليت خلاص وكل المكونات امتزجت مع بعض تماما. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الجمال ده؟ ما شاء الله بجد، لون وطعم وريحة وهمية، وما خدتش وقت مننا. عملنا الوصفات يعني في ساعة. نعم، نطلعه بقى. نطلعه بقى، بصراحة شكله تحفة. بصوا الجمال بقى، شايفين؟ فظيع ما شاء الله. لو عندي هنا بلانشه نطلعه على البلانشه كمان، بس كمل غرف اللحمه. تسلم يا استاذ حمدي والله. عايزه اقول لكم طبعا اللحمه ووقت تسويتها بيختلف من قطعيه لقطعيه، من جزار لجزار، من سن الذبيحه نفسها كمان. فلو هعملها بتلو مش هتاخد مني ربع ساعه هتكون جاهزه. لو هعملها مكعبات هتاخد وقت اكتر من الشرايح، لو شرايح رفيعه هتاخد وقت اقل، شرايح تخينه بتاخد وقت اكتر، وهكذا يعني. ف لو فيليتو ما بتاخدش وقت خالص، الانتركوت بتاخد شويه، لو قطعيه مثلا من وش الفخده بتاخد وقت اكتر، وهكذا. فدايما والريب اي بتستوي بسرعه، فما شاء الله ده على حسب القطعيه اللي انت بتستخدميها، الوقت اللي بتاخده في التسويه. احنا ممكن نختم، احنا خلصنا خلاص، بس نحط بقى الصوص كده. يلا بينا. شايفين الصوص بقى وجماله وطعمته؟ الله بقى، مع شوية الرز المعمر كده السخنين المفحفحين، تحفة. وقدمنا كمان بصراحة، يعني انا قدمت الخضار كده لان السلطة هنا يعني مش ملهاش مجال من الاعراب. الاكلة تحفة جدا، عايزاكم تجربوها ضروري وتقولولي رأيكم ايه. شايفين الصوص وجماله والبصل ما شاء الله، اللهم بارك. هنكتفي بدول، ودول بقى عايزين لهم رغيفين عيش كده ويتغمسوا. حلو قوي والله، ما محتاجه اي حاجه، يعني انا كنت عايزه اعمل كده بس لا، هي كده حلو قوي. يلا. والله يعني بصوا الطبق ما شاء الله اللهم بارك بيتكلم عن نفسه. وادي الرز المعمر بتاعنا، وانا حابه معلش اطلع منه معلقه كده ونقول بقى عملنا ايه النهارده. عملنا النهارده الرز المعمر الفلاحي على اصوله، وادي الرز. بصوا الجمال، بصوا واستوى والله زي الفل. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يكرمك يا استاذ حمدي. وعملنا ايه كمان؟ عملنا الرز المعمر الحلو، يعني عملنا الحادق اللي يتاكل جنب بكاتا، جنب شرايح لحمه،
فراخ مشويه، فراخ في الفرن، فراخ بالبصل، صينيه بطاطس، تاكل جنب اي حاجه مش هيقول لك لا. كمان عملنا الرز المعمر الحلو اللي بالمكسرات والفانيليا والقشطه، حاجه كده يعني قشطه بصراحه. دي كانت وصفاتنا النهارده، يا رب تكون نالت اعجابكم. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما بتساعدنا على بيج العزومه، وكنت معاكم فاطمه بوحاتي، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.